القائمين على المكتبة الشرعية، وعلى رأسهم أبناؤنا وتلامذتنا أبو خديجة عبد الواحد بن صالح، وأبو حكيم بلال بن أحمد، وأبو عياض أمجد رفيق، وإخوانهم العاملين معه. فإن هذه المكتبة السلفية جعلها الله بوابة لنا ننفذ من خلالها إلى الغرب، ثم ولله الحمد وفد إلينا عن طريقها أبناء لنا من الشرق، فحياكم الله جميعاً.